وبشأن مؤتمر المانحين والتصريحات المصاحبة له، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس أمير المفرجي السياسي العراقي. سيد أمير، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، حيث يرى أن انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة لا يعني هزيمته أو القضاء عليه كليا في سوريا والعراق، لكن حيدر العبادي أعلن مؤخرا أن تنظيم الدولة قد هزم وانتهى في العراق. نفسر التصريحين سيد أمير، هل هو متناقض أم عدم تنسيق بين الطرفين؟ مساء الخير. أهلا بك سيد الكريم، تفضل. شفتي تصريح الجانب الأمريكي الذي يمثل أيضا الأجرة الدولية والجانب الغربي يدل على أن هناك يعني عدم وجود ثقة بالوضع السياسي الحالي الموجود في العراق، بغض النظر عن ما تصرح به السيد حيدر العبادي ولدوافع شخصية، لأنه سيكون يعني موجود في الانتخابات القادمة ويراد من هذه يعني التبرعات لصالحه لأجل يعني الفوز في الانتخابات القادمة. ولكن أنا في نظري التصريح الأمريكي جاء من حقيقة واضحة، وهي أنها العراق صحيح أنه محتاج إلى أموال لإعادة بنائه، ولكن الأسرة الدولية يعني ترى في أن الإصلاح السياسي للدولة العراقية هو الشيء الأهم من الإصلاح المالي الذي يراد منه تقديم المعونات إلى العراق، لأن أسس الدولة العراقية الطائفية هي التي جاءت بمشاكل داعش ومشاكل يعني الحرب الطائفية بين العراقيين أنفسهم. إذا من هذا المنطق الجانب الأمريكي يعي بأن الوضع السياسي الداخلي الذي تمثله المؤسسة السياسية العسكرية لا يطمئن يعني المستقبل، ولا نستطيع أن نضع أن يعني يكون يعني شيئا قد انتهى منه، وأن العراق سيعود كدولة يعني مسالمة وسالمة من أي إرهاب قادم. سيد أمير العبادي في مؤتمر المانحين خير المشاركين في هذا المؤتمر، خيرهم بين تقديم الدعم أو عودة الجماعات الإرهابية إلى العراق. هناك من ذهب من المحللين السياسيين قالوا بأن العبادي يقوم بابتزاز الدول أو المؤسسات التي شاركت في هذا المؤتمر. هل هذا التفسير صحيح؟ هل العبادي يبتزهم صحيح سيد أمير؟ أنا يعني بمعرفتي الشخصية أن الأسرة الدولية يجب أن نكون موضوعيين. أنا أقول حقيقة الأسرة الدولية تساند العبادي في الوقت الحاضر. الوفود التي ذهبت للعراق، كان هناك وفد أمريكي وألماني وحتى فرنسي، هذه الوفود يعني تعتمد على السيد حيدر العبادي للمستقبل في العراق. ولكن المشكلة وكما ذكر في الصحافة مثلا الفرنسية اليوم، المشكلة تكمن في الوضع السياسي العراقي. هناك مقال نشر اليوم في جريدة الفيجارو الفرنسية، وهي جريدة يعني واسعة النطاق، وكان الكاتب هو شخصية معروفة اسمه جورج مالبرويو، وقد أكد هذا الكاتب الذي يعرف العراق على أن الأسرة الدولية يعني تؤكد على شيء واحد، هو إعادة العراق إلى وضع سليم وخالي من الإرهاب، ولكن بشروط لإمداد المساعدات للعراقيين. إذن إصلاح المؤسسة السياسية العسكرية التي هي جلبت نفسها كل هذه المشاكل للعراقيين. فلهذا يجب أن نؤكد بأن السيد العبادي سيدفع في سبيل أن يحقق شيء، ولكن هل سينجح في تحقيق ما يراد منه من الغرب مساعدة العراق بالأموال التي يعني يطالب بها السيد حيدر العبادي؟ هذه الحقيقة لا غيرها. يعني سيد أمير، على ذكر المساعدات، يعني واشنطن في تصريح يعني غريب لها نوعا ما ربما استغربه العراقيون جميعا، قالت بأنها لن تدفع أموال من أجل إعادة المناطق المدمرة. إذن بأي طريقة ستساعد واشنطن العراق؟ هل نفهم من هذا التصريح ومن هذا يعني الموقف أن الولايات المتحدة سحبت البساط من حيدر العبادي، خاصة أن العراق قد سيطرق أبواب الانتخابات في 12 من أيار مايو المقبل؟ يعني هذه الأشياء أنا لا أعرف بها حقا، ولكن زيارة الوفد الأمريكي الذي جاءت عن طريق وزير الخارجية الأمريكية قد تثبت العكس.
ولكن انا في نظري هناك المشكله في هذه المساله في مؤتمر الكويت هي مشكله الى من ستعطى هذه الاموال. هناك اختلاف كبير بين الجانب العراقي والجانب الغربي على من ستوزع هذه الاموال، لان الجانب الغربي وضع شروط لاعطاء الاموال للعراق، اما الجانب العراقي فيصر على ان المعامله في هذه الاموال يجب ان يعني تضع مسؤوليتها الى الحكومه العراقيه، وهذا ما رفضه الجانب الغربي لان هناك يعني وجود شك وشكوك بعدم استطاعه الحكومه الحاليه بشكلها وطبيعتها الحاليه من توزيع الاموال الى المتضررين وخاصه في مدينه الموصل والمناطق الغربيه للعراق. سيد أمير، يعني هناك أحاديث ربما برلمانية تقول إن المؤتمر هدفه الاستثمار وليس المساعدة في إعمار العراق، هل هناك تضليل في هذه القضية سيد أمير؟ لا بالطبع صحيح، الكلام مضبوط وصحيح 100%. أكثر الدول التي تأتي العراق هي دول يعني لها مصالحها في العراق. العراق وكما يعرف العراقيين أنفسهم هو من أغنى بلدان العالم، إذن هذه يعني فرصة للدول الكبرى في الاستثمار في العراق عن طريق يعني شركات خاصة لها، وهذا يعني بنظري هي من أهم الأشياء التي يعمل بها الآن في العراق، وهو إعادة الاستثمار عن طريق هذه الدول. وهناك حرب اقتصادية لمصالح هذه الدول في العراق، وخاصة بين الدول الغربية التي يعني ساعدت العراقيين في دحر داعش. سيد أمير، أخيرا يعني إذا أردنا أن نضع عنوان لمقررات ونتائج مؤتمر المانحين الذي يعقد في الكويت، لحد هذه اللحظة الأموال وصلت إلى 330 مليون دولار، بينما العراق يطالب أقل رقم هو 88 مليار دولار. إذا أردنا أن نضع عنوانا لنهاية المؤتمر، ماذا سيكون سيد أمير؟ أنا في نظري أنه سوف لا نصل إلى الرقم المطلوب والذي هو ما يقارب 88 مليار دولار، سوف لا نصل لأن هناك اختلافات في يعني المصالح التي أتت بها الدول المانحة. لكل دولة لها مصالح خاصة واستثمارات خاصة في العراق، ولا ننسى بأن العراقيون الآن يعني خصوصا النظام العراقي يطالب في ان تكون هذه يعني الاموال يعني ضمن الخطه التي سيعمل بها هو شخصيا اي الحكومه العراقيه. فلهذا انا في نظري العدد سوف لن يصل، لان هناك اختلاف كبير بين النوايا واختلاف كبير بين الاهداف لهذه الدول المانحه. من باريس، امير المفرجي السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.